مهرجان متوسط كوميديا يبدا اليوم بعزيز من بعد زمجري كروسة فركة صابون لطفي العبدلي اللي كان حذانا عربي ونص ولباس العرض الاخراني السبت الجاي لباس كوميدي شو اذا تحبوا تشوفوا اللي تشوفوا فيه في لباس ولكن بطريقة مسرحية وبرشا حاجات جديدة وبش يكون ضيف الشرف نهار السبت الجاي في المسرح واليوم في لباس جعفر القاسمي. جعفور لاباس عليك لاباس الله يمرك من غادش اي لحظة السلام اهلا مدام جعفور شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس جاوبني تراه بالبذومة سيد المخرج وين الكاميرا عدد ثلاثة؟ هاي مرة باهي لهنا جعفر قاسمي شنو احوالك؟ لا عاد شنو؟ سمعت شنو احوالك مادة لسانك؟ جعفر قاسمي أحوال تونس أحوال تونس كان ثم حاجة خورين زاد شني أمورك هنا لباس شن أحوال الحمد لله سافا دونك جعفر قاسمي شنو الجديد متاعك تويكا قاعدين نحضروا في مسرحية اسمها ريتشارد نشكروك دونك على الجديد متاعك نمشيو للسؤال اللي نلعبوا مع بعضنا كنهار لعبنا من يربح الهندي نعم اليوم مش نلعبوا من يربح الشوكوتو واضحة جاوب صحيح استنى ليه وهم الحل بك يحل الباكو ويربح للوقت ليه بالباكو مش تربح بالباكو مش تربح اوكي من يربح الشوكوتو يلا نصر الدين حمرة حمرة كي جيت خارجة من دارها وماشية لدار مماتها شكون عرضها؟ واحد البحر الجلاسي اثنين الذئب ثلاثة عبد الرؤوف العيادي ولا أربعة سونيا تومية حمرة حمرة كي جيت خارجة من دارها مش سيلي حمرة 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 كي جيت خارجة من دارها بنت تومية ولا البحر الجلاسي ينجم يعرضها ينجم ولا الذئب قول الذئب والجواب صحيح سؤال الموالي ما هو جمع كلمة أخطبوط أخاطب أخطبوطات أخاطيب ولا الخطاب على الباب أخطبوط أخططبو أخططبيط أخبيط أخاطب برسم برسم صحيح السؤال الموالي الشدلي العياري محافظ البنك المركزي قال إنه الاقتصاد التونسي خرج واحد من عنق الزجاجة اثنين من عنق الجمل ثلاثة من زنقة عنقني ولا أربعة من عنق الزرافة من زنقة عنقني جاوبك غلط من عنق الزجاجة الرئيس التونسي منصف المرزوقي ثاني رئيس دولة في إفريقيا يستعمل الانترنت في بالك بها هذه ولا مولاي لا نعرف شو معناتها يستعمل الانترنت خذا جائزة متاع ثاني رئيس في إفريقيا يستعمل الانترنت حسب رأيك شنو أهم أنشطة الانترنت سيد الرئيس واحد يتحدث بسكايب مع الهاشمي الحامدي اثنين يحط جيم على فيديوهات سهام بادي ثلاثة يتبع في آخر الأخبار الجاية من حمص متاع سوريا ولا أربعة يشاتي مع الشعب التونسي متصور يشاتي أنا والجواب صحيح مرسي مرسي الحمد لله ربحت زوز باكويت شوكوتو من أربع محتملين هذا مش خايب دونك أرجع أحكي لي تاوى شنو مسرحيتك الجاية مسرحية جماعية مسرحية اسمها ريتشارد تروا ريتشارد تروا عليه ريتشارد تروا المسرحية نص ويليام شكسبير اسمها ريتشارد تروا نص ويليام شكسبير عليه خاطر شو نعمل معناتها هذيك هي خاطر المسرحية اسمها ريتشارد تروا نص ويليام شكسبير اي هذاك ويليام شفتك معاه في القهوة ويليام صحيت ويليام شكسبير اقتباس محفوظ خاطر تبداو تحكيو مسرحين توانسة برجوليه
برشو لي هكا تبدا تحكيه نص ويليام شكسبير نص الانتونوف ولا دراشكونو معاهم ديري اصحابه انت ما نقول قريت كتاب ويليام شكسبير وعملت منه مسرحيه معروف ويليام شكسبير اخي ايش اسمه عربي باش يحكي شكسبير معروف تبارك الله بالبرنامج بتاعك ترى كيما قال شكسبير نسخه صاحب عربي فهمتني دونك خذينا النص نتاعو واقتبسناه وقاعدين نحضروا المسرحيه ان شاء الله دي سي شهرين اخرين تكون حاضره مسرحيه جماعيه جماعيه انت ممثل ولا مخرج انا ساكون المخرج المخرج نعم واضح نذكروك اللي انت مخرج بوراشكا والفليك ورق وهذه تحكي على الاطباق الطائره ونذكرك اللي انت مخرج حقائب خذيت جائزة احسن عمل متكامل في المهرجان الطاهره مركله متكامل على الاخر وهذه دونك اخراج اخر وعلى ذكر عربي يقول لك مطول عمر الممثلين لا ممثلين عاود وعلى ذكر عربي نستقبل مع بعضنا محمد العربي الماجدي السلام عليكم جعفور بس بابا حكم وخيتي وعليش عملت تزيدي في الليسانس نحب نفهم عليه هو دي جاني واحد سبيته بعشرة اخي تفرجي 90% سقوط مش تعوضي لي انتي عليش عملت لك جاني واحد سبيته بعشرة الاف مشي 500 متر ورجع لي في تاكسي قال لي راني تحت بانيسانس تسرك فيا عليه قلت عليه قلت نسرك فيك انا سرق فيك واش مني وزير انا سرق فيك برشا شكون يسرق فيك يرحم والديك عمل لك باف عطاني السرفاق عليه قلت خي انا زدتك في الليسونس يا غالي مرا شكون باهي انا زدتك في الحليب جبعد ويعطيني كف ثاني يا ودي شعمل انا زدتك في الشراب على ذكر الشراب قال جبعد ويعطيني زوز كفوف عليه قلت واش عملت لك ها عليه حكم وخيط عليه عليه علي علي زيادتك ورا بعضها زيادات ورا بعض نحب نفهم انا معناتها هذه هذا هذا 10 لترات هك مالك انا جيني واحد يصب بلان واش نعمل جاني واحد كان الراس بتاعه قدك قال لي صب لي بلان قلت له ما نعرفش راني صب بلان برا معنا مكر كيوسك بجنبنا او كان فيه واحد ما نحملوش راه عامل معايا دوانه برا صب اللي عنده البلان انا راني مانيش بتاع بلان قال لي يا اخي تخدم في كيوسك ليه قلت له اسيست باركينغ ياكم نحب نفهم لا فسري لي براس منك فسري لي خي تعرفي كانت تزيدي معناتها تعرفي كانت تزيدي علاش ناقصي ها ناقصي شويه من البلاد وركيكه بتاعك باللي يعني ناقصي شماته معناتها فسري يودي تعرف مره اللي فات زاد انا احكي لكم حكايه جاني واحد مسكين زويلي كره بمطبط ما في حاله ده 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 ده. هيقف قلت له معلم 10 ولا 20 قال لي خويا 10 ولا 20 باللي كان تعمل زي عصر لك الكومبا بتاعك هذاك عصر عين صبيل يا خويا تزيدي في الليسونس زيدي في الليسونس قال لك عليها تونس البلاد جايه فيها يا عجبك شي زاد واحد اللي طلع مع تاكسي بلا اخوي وين ماشي بلا طالع عليه اخوي ما طلعش راني انا نهبط كان ماشي بلاصه فيها هبط مرحبا بيك هو كثر العركه كان نهار كوب اللي تعركوا قدامي خلاص ما كلمتين يا صب لك بلا يا نعرس واحده منهم ما تهبنيش باي يا بلا يا تعرس فما هكا واحد ما انت عوامين اخرين على شي يخطب تقول له اسمع جيب لي معاك الترتيني سونس معناتها النفط مقابل الزواج معناتها باش تولي هكا بلي نحب نفهم مع حكومة اسمعيني اسمعيني تعبة بري سافر يعمل الدورة بري يعمل فواياج نورمال بدل الجو نستنوك راه معانا مزارب ولا نستنوك شادت فيه اسمع نفسر لك حاجة كيف باش تقعدوا تزيدوا فيا تزيدوا فيا تزيدوا فيا راه وجي نهار ونزيدوا فيا نحن راه باش تلفتي تلقى شعب كامل هاي تزيرة ولا بينا لهنا ليبيا هاي خاطو ولا شعب كامل يخدم في الكونترا باي برجولي وحقا نحب نفهم حاجه يا اخي مش قالوا الحكومه استقالت ما انا شكون قاعد يزيد هو تو بلا فاس موزمبيق ولا نحب نفهم قال لك كما وكما قال كما قال شكسبير الزياده في الصباح والزياده في العشيه ترد الحكومه الشرعيه يا مخيتي تحيه محمد العربي الماجدي نحب نسأل عليه جعفور معناتها ماشي والمنشو كذا تقرر معناتها باش توقف والمنشو وتعمل مسرحية جماعية انت و... لا لا انا قلوقي انا نوفل معناتها فهمت والمنشو شيء لانه جعفر الممثل يحب يمثل ويحب آلياته ما تموتش وكذا ونحب نكون في معناتها مواجهة مباشرة مع المتفرج فهمتني لكن زاد عندي جعفر المخرج اللي اثبت زاد
جداره معناتها خلال بوراشكا والفليك احكي 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 رجل مرت اي الله يبيع على الاخر فهمتني حاسيله انا فهمتني اي ولكن هل تعتقد معناتها نعتقد اي نعتقد على الاخر انا نوفل وانا ما تراش انه الموضوع هذا معناتها كبير كبير اي كبير موضوع كبير و وكاونا وفتاه معناتها انك تعمل شكسبير توا الشباب توا اي هو شو علاش ناوي معناتها انا ناوي على الخنن ليه بالحق بالحق معناتها نجم اليوم تلقى لما هكا شباب تونسي وبصراحه معناتها فزتوه كي انت كي لطفي كي اللي خلطوا فزتوه بلون منشو بالسهوله بال بال بالمسرح السهل مازال اليوم ينجم بالحق سامحني عليه ما مسرح سهل انا وفل عليه تلام سامحني معناتها مسرح سهل معناتها واحد لا لا سهل اقتصاديا لا 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 تفضل لا اسمح لك تفضل تفضل اش معناتها مسرح سهل واحد ساعتين غير ربع يكلت سيرسان وحده ومعناتها متفرجين بالالاف معناتها يعرض لهم معناتها قداش نتفوا في المسائل شنو السهل اش معناتها السهل ساعه اول مره نعرف اللي انت تكلت مش تمثل يا هذا كان تلبيت والله والله صحيح ولا يا مان ساعتين غير ربع ممثل سيرسان وحده وريتم وايقاع وضمار وناس هابط عليه الكبي والغمه والاحزان وكذا تيودي الضحكه اليوم اجر يعني فما شكون من الممثلين الكبار معناتها الشركات تنشع عيط لهم براوتيه معناتها اموره يعيط اموره انا واضح معاك بعت لك كفتاجي ما جيتش قلت لك راهو سوما في مي كفتاجي هذاك تكونسومي كفتاجي ما تاكلوش ما تمشيلوش فهمتني خويا عندك ما تكتوش عم لا 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 اليوم حوار جدي جدي هكا ولا شكسبير انت تنفست على الاخر بالحق لا لا بالحق والله يا اسمعني اللوبي ما افسدتم ذوق المتفرج بالون مان شو وحده يا خويا ما عادش يقول لك مسرحيه جماعيه وعليه جماعيه كي واحد وحده وعليه يجي من اربعه انت ليه من الاشكال انت شنو هي مشكلتك انت مثلا شنو هي مشكلتك ما بتحبش تعمل ما تحبش تفرج فيه ما تمشيلوش هاي ثمان تمشيله وتقص له احنا قصدنا على يعني سمعت زادة قالوا مسرحيات كرتونية شنو هي مسرحيات كرتونية انا وقت اللي حكيت في توسي بانكوم حكيت على الطفولة اللي عشناها ثم برش حاجات غالطة برش حاجات غالطة شو معناتها نعطيك كف سروالك يترخف بالله برس ام لا بالله لحظة لا لا ثم حاجات جراف جراف على المهنة وحنا صغار ويحبون نطلع شجاع نعطيك كف سروالك يترخف عليه وعليه انا نحكي لك حكايه خشمك بري تشوي اي سمري شنو هيك المساطه هذيك شكون المبدا بالله نعطيك فازات اخرين باسد نعطيك بونيا نجيبك في بولونيا تصاور واحد عليك الزكار يروح شنو هي هذيك عليه شنو اين جانب بيداغوجي في التصاور باهي سامحني نعطيك حاجه نقول لك حاجه ثم الساعه اغنيه تنبأت بالشيء اللي عايشينه تو وكان نقول لك مدوخ غنيناه 35 سنه التالي تعرف تقول كلمات بيب بيب عم حبيب هز مرته للطبيب اشرالها دبوزه حليب عم حبيب كان يعلم اللي الحليب مش تقطع بعد 35 سنة من 35 سنة ماناش يلعبوا ناس بكري مش نورمال فهمتني انا حكيت على الديساء انمي وما بدا تاثيره على الطفل انا صاحبي انا تفرش الكابتن ماجد قتلني بالكذب قتلني بالكذب الكابتن ماجد قسما بالله يا نوفل اي باش يلعب سونتر قعد ثلاث جمعات عامل هكا واحل عامل هكا اغزر الساعه الكذبه الكبيره واحد الكابتن ماجد عامل هكا غمض عينيه الساعه جوارات كل واقفين قالوا لحظه ماجد راهو يخمم قاعد يخمم الناس كل عاملين هكا والله الناس كل عاملين هكا ماجد جاب الشوط الكوره طرش قال ساسجل هدفا في مخه في قلبه قال والله يا نوفل بسام ثم واحد اسمه بسام كابتن بسام قاعد على السور من غادي لاخر توقيلها في قلبه بسام عمل لك لن تسجل يا ماجد يا معلم كيفاش سمعوا بسام الساعه ليه وشوف بصراحه الكابتن ماجد شاط الكوره وثم بنيه مغرومه بالكابتن ماجد عملت له فوق بروفيل و... يا ودي حاله يا فريق المجد يا فريق المجد يا فريق المجد عبدته مرجت له الكابتن بتاعه شاط اسمع ولا هذه بالحق صايره بالحق الكابتن ماجد شاط شوطه قال الا لك يا ياسين يا ما نجيش نعملها عملك يا قلت لك ثلاث سنين اختي عرست بابا خرج ريتريت حاجه جراف جراف فهمني اسمعني شاط الكوره مشيت الكوره الجوارات الاخرين الديفونسيرات تاع كابتن بسام الكوره متعديه الساعه الاولاني عملك
التو واحد غادي بارامو وناخر بجنبه عمل لك الكره بتعدي وناخر بجنبه عمل ها اسمع اش قال قال جمله تاريخيه للموت ما نساهاش عمل لك ها انها تمر يمر عيش انها تمر وهو شو الفازة يبدأونا بالديساني مي مدام فبني يعدونا كورة هكاكة ديساني مي باش نهار اخر كيوزير يقطع بشوية فلوس وكذا الشعب كله عملك ها انه يمر كبدا والله والله دونك انا قلبي معبي نحب نزيد نحكي شوي اي تفضل به اختارنا من الكابتن ماجد والكابتن وليد ها الكرة جاية ماشية للبار وهو شو نحكي لك شو نحكي لك أربع سنين ثلاثة سنين كل للمدي يجري على مخلط للبار اللوحة والكابتن وليد اختار من الكابتن ماجد خويا ثم حاجة أخرى قراب الحاجات اللي تفرجنا فيها مقبل فمني أبار أن قطة أن جو صرف قطة صرف جو آ إي أو مش معناتها الله أعلم على الحية هذيك ده اختار من هذيك شكلي شكلا فاطمة سرقة شكون قال لك فاطمة سرقة اختاري من هذه عصفور فوق الشجرة يحسب حتى العشرة وعليه يحسب ساعة عصفور علاش يحسب تي برا طير يا معلم والله يا لو شيء يقهر وبعد يقول شدوني ودرا شنو عصفور تي برا هذه شنو طابع هذه الدوخس طابع سكر في الكياس يحسب حتى ال 11 علاش مش 8 اختاري من هذي برجولية انا اكثر واحد يلزم الساعة يعملوا له حل بالرسمية عندك زورو الساعة زورو علمني لبهام أنا زورو خويا هاو زورو زورو يكمل القضية متاعه يطلع البركون يكمل القضية كل ما ينجز يا نوفل والله كل ما ينجز يعمل هكا يجي على الحصان بالضبط لنهار فاتو لنهار جاب مخر جربت هذه قسما بالله عنا زيتونة في البلاد في مدنين وعنا جحش رجعت الجحل والله وركش فوق الزيتونة ما تكا الزرع الجحش هو مشاهد جاء عنده لا انت لك اطلع مش هو الجحش اللي مشاهد اللي ينجز حسين واحد اخر زاد قهرني على الاخر جاكي شان كنت مغروم نكري في الفيديوهات قبل وانا مغروم بك السروال بوغار قبل تعرفه السروال بوغار صندلني لون بلاستيك هذاك كنت نحي طبقة بلاستون والله اسمع عملت عميل مش نروح احنا الساعة تواسي كل... بالله سمح يحبوا يفرقونا هما تو والله قراب اما احنا التوانسة الكل عشنا نفس الحاجات هبش نعطيكم حاجات كان كلام صحيح قولوا صحيح ثم حاجات عملناهم التوانسة الكل اليوم مش فاهمينهم مثلا ما تمش تونسي اصيل ما دماغش واحد ولا تدماغ وما حطش البن البن علاش الله اعلم نوفل الخير هذيس انا اليوم مش فاهم علاش البن نتاع القهوه اي باي البن على ما تفهمش علاش ما ثماش تونسي ما قراش سواء في الابتدائي ولا في الثانوي ما خدش ستيل وفرغ من المصنع يا معلم الناس كل عورناه ما ثماش ستيلو ما ثماش ستيلو مثلا هو بالحق تونسي ولا ستيلو بصراحه فهمني ما ثماش تونسي ما خدش ستيلو وحشاه في شريطه بدا يدور كل لحظات تذكرها شريط كتاب لعب كاسيت القديم بعد تم حاجات بريمومن تاريخ مشترك صحيت ما تمش تونسي الساعة ما خدش سروال الجين قصوا في في, في سيف شورت وعملناه بكل واحد تذكرها اسمعني بالجبال يا ودي تم حاجات مش نورمال ويني هذيك ويني حسر يا حسر فهمني عندك جاكي شون زادة لا احترمه خاطر جاكي شون لا والله لا نحترمه ونقولها له ويني الكاميرا اهو جاكي شون ما نحترمكش خويا اوكي خاطر جاكي شون ضريتني على الاخر على الاخر خاطر مره جاكي شون جاب له المتر نتاعو دلاعه رينيه رينيه بومبا على سوابه هكا عمل بومبا على سوابه والله يا نوفل قديش عملتها اللي جا لا جاب دلاعه ملك يا انقبها دلاع جربتها بابا جايب دلاع ليبيا كل عرفتوا يا ودي بمطرقه ما يتقصش وما غير ما سخنت لا يشوف مانع جامد اقعد غادي بيت ديكا متر مربع علاش قرينا يا سيدي انا تجاوبوني 10 ملايين تونسي علاش قرونا ديكا متر مربع يا ودي التونسي ماكسيموم حلم حياته 120 120 متر مربع يسكن فيه قري فيه في الديكا متر مربع الوين خسائر قري اربعه من الناس ينجموا يوصلوا للديكا متر مربع باهي باهي او اكسون تيكي علاش قريني فيه على فا اجاني على فا اكسون تيكي هذيك والله كليت على تريحتين هذيك يا سيدي انا قاري نعرف مثلا اعطيني فازه بالاكسون تيكي
تي حاسيلو ما عليناش يا سيدي انا قاري الاو اكسون تيغو نعرف نكتبه وفي عركه لحمه عركه في الحومه وجاني واحد راسه قدك وعطاني دماغ نقول له والله على فا او اكسون تيغو تم حاجات لازم بصراحه وشنو هي مدرسه الحبيبه من بيتنا قريبه بالحق شنية مدرسة الحبيبة من بيتنا قريبة هذه ثم مدارس اليوم 6 كيلومتر على الدار وانا الفتى النظيف ومهذب هذا مهذب اللطيف لا 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 ولا تبدأ خنينته هكا ويغني مهذب اللطيف سيبري والأو مكشي بك تونس كل تغني في أو مكشي بك عليه رسول أنا بك بيزدون غني في أو مكشي بك ثم حاجات نوفل بصراحة ما تعديش دونك جيل هذا الكل تحب تعمله شكسبير اه اللي عشنا هذا الكل بعد تقول لي مسرحيه شكسبير تتي عمي علي تتي في عمي كخه بلاش معناتها كخه الساعه كخه يا مدام جراف راهو والله معناتها كخه خبره برك الله هذيا الخبره تتكلم بالحق راهو اليس انا تعرف علاش فرحان بالبرنامج هذا لانه البرنامج هذا تورثته أجيال ما تتبرك الله المدام بنتها جابت بنية بنتها الأخرى جابت بنية ما تفريمون ثم خمسة قرون لهنا عايشين هوي تذكر من الأول وقت كان عندك شعر جعفرة حسر شنو أول ما بدي البرنامج كان عندك وسيباستيان تعرفش يقول بال وسيباستيان إن كنت في خطر داهم يأتي بال حالا إليك كلب حشاك يجيك يجري تو اخوك لحمك ودمك يخليك بطيش كل كلب هذا كان ما بال وسيباستيان عليك ثم حاجات ما تجيش حنيك بال وسيباستيان تكاية تدركي افتح يا سمسم ابواب بيشا بيشا يا الاولاد حصر حصر نعمان تعرفوا مدام نعمان اش لايلا لايلا كان يتوقع نعمان ذاك حسين نمشي خويا ليه ساك حاجة استنى رشيد اعطيني باش نلعبوا على الفيسبوك باش نعطيك اسامي اعطيهم لجعفر رشيد ولا معاكم رشيد اقعد اقعد جرب بيجي ترى غزر لهم جعفر تمام اما خلينا نكمل جربي عرفك جرب رشيد تعمل رشيد دونك اقرا لي خلي بنك رشيد لا لا انت تستنى في الدوم تاع عريان اقعد انا دونك سيليباتير Libre, en couple, ou là c'est compliqué. Là. Ça va, Rachid? C'est compliqué. Là. Il y a harmonie. Là. En couple, libre, célibataire, c'est compliqué. Bé. Rachid Ghanouchi ou Abfateh Mourou. Caméra Haïk. En couple. مش يتعاركوا انا في بالي به سهم بادي وحركه النهضه اون كوبل محمد عبو سامي عبو نحكيه سياسيا بطبيعه اون كوبل منصف المرزوقي وعلي العريض سيلي باتير بلي لحظة السؤال المطروح يقربوا لك من بعيد خطر حارك اقعد رشيد علي السبسي السبسي والتجمع حمل همامي وراضي النصراوي مرتو لا لا سياسي شخويا غلطوني وسيحاسب هاي لحظة رشيد بشعود ديما معايا جعفور تو خلي عندك جاوبني بالاغاني نعم نعاود جاوبني باش بالاغاني دونك اش معناتها معناتها فما اغاني سهام بادي وزيرة المرأة قالت ان حقوق المرأة
سيهم بادي قالت ان سيهم بادي قالت ان حقوق المرأة اليوم تواجه تهديدات حقيقية. شنو تقول لها؟ هل تقول لها هل تقول لها كما قال ثامر حسني؟ عاود لي برسم كل اللي سمعت تليت برشيد اعطيته شوي فلوس بهاتي. سيهم بادي قالت مكاسب المرأة تواجه تهديدات. وزيرة المرأة الجديدة نعم. والقديمة شنو ترد عليها السيدة سيهم بادي؟ هل تقول لها كما قال ثامر حسني؟ كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي وإلا تقول لها كما قالت نانسي عجرم؟ في حاجات تتحس وما تتقلش. تتحس وما تتقلش مثلا محصور. وإلا تقول لها كما قال راغب علامة؟ يا بنت السلطان احنا على الغلبان المية بيديك يا حلوة وراغب عصار. شنو تقول لها السيدة سيهم بادي؟ في حاجات وكنت عودتنا حلوة ياسر ما حلاها السهرة هذيك. في حاجات تتقال وما تتحس. اوكي تتحس. وزير الدفاع قالك باش نستقيل استقال يا خويا الا الدفاع يا معلم. شنو تقول له؟ هل تقول له كيما قال جاك بريل؟ Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps. وإلا تقول له كما قال هني شاكر؟ نسيانك صعب أكيد. كما قالت مريم فارس معناتها جعفر كي خاطر شفنا المناجدة احنا في وسائل الاعلام اما نقعد سيد الوزير معاه ولا ضد من الاخر انت الحكاية هذه معناتها الوزير هذا وما معناتها الاسبريم تاع الوزير هذا ما فما كان هو ما انا ما بشكون معك ما نعرفوش انا ما كانش حاضر برشا وزير الدفاع بكل صراحه معناتها ما نجمش نقول لك يقعد مولاه يخدم يوم الوزراء تراهم هم اللي ما يخدموش لا يخدم صحيح صحيح هاي نحكي لك على روابط حماية الثورة تفضل قال ستندمون على حلها وستفاجئون هذا كاتب عام روابط حماية الثورة شنو تجاوبوا؟ هل جاوبوا كما قال فضل شاكر؟ روح حبيبي روح ولا جاوبوا كما قال محمد عبد الوهاب؟ لا مش أنا اللي ولا أنا اللي لو جرى علي ولا تجاوبوا كما قالت أصالة نصري لو ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا راهو بتحمية الثورة اش تقول له عبد الوهاب اش قال لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي صحيح عبد الوهاب عبد الوهاب اش قولك في راهو بتحمية الثورة قالوا باش يجمدوهم يجمدوهم هما ما قالوا راهو بتحمية الثورة لازم تسكروا فهمتكش انا راهو بتحمية الثورة قال باش تندم كان مش تسكرونا معناتها عليه ندمو خي انا ندمين واكلين الجيفه عارف شنو ندمو اكثر من اللي ندمناه باهي وشكسبير هذا باش تحكي على ريشارد تروا علاش اخترت هذا والله فات ريشارد تروا لانه فيها على عماد غيجه فيها اسمعني فيها على الدنيا الكل قوه المسرح فهمني شكسبير كتب ريشارد تروا يحكي على السلطه اللي نعشقها عندما نمارسها على الاخرين شنو هذه السلطة نعشقها عندما نمارسها على الآخرين ولا نعشقها عندما تمارس علينا السلطة السلطة برشا حاجة تبارنا تنجم تجي عزت لهذه هيش نعمل معناتها هل ترى أنه في ريشارد تروا فما حكاية كانوا مصيرين اليوم تو الآن وهنا يعني أنت اختيارك لها علاش لأنه تحكي علينا تو مش تكون بالعربية ولا بالدارجة دارجة وعربية دارجة وعربية مش تكون ضامرة ياسر ضامرة اي وباش تكون فيها برشا ريشيرش وباش تقترح مقترح فرجوي جديد اش معناتها؟ معناتها باش نشوفوا باش نشوفوا حاجة مختلفة على الأقل بطولة شكون؟
صاحبي عمر، ربيع ابراهيم، خالد فرجاني، سمحت كابري، فاطمه الفالحي، يوسف مارس، يوسف مار، عاصم التهامي من الفرشيشي. 8 واضح، 8 ممثلين، 8 ممثلين. تحدي معناتها تحدي ونحن لها. واضح. انا نوعدكم انه باش يكون عمل حدث، عمل حدث. اي به ان شاء الله يا ربي. تو اكيد خاطر اسمعني، نوف العباد والاصدقاء والناس يتفرجوا فينا. جعفر يضحك، جعفر اي جعفر ممكن في جانب يضحك وممكن زاد عنده جانب ماس تيسر. معناتها الانسان بالنسبه لي من حق اني نجرب، من حق اني نعمل مسرحيه ونعمل الاخراج، لانه اثبت معناتها بالتجربه انه نجم نعمل مسرحيه. واضح، يعطيك الصحه. تصفيقه قويه على جعفر القاسمي. جعفر حوارات كل تسمعوهم على لاباس بوانتين، نرجعو لكم بعد الفاصل.